السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله الفيديو ده يعتبر هو كبارت 2. احنا في بارت 1 عملنا ايه؟ أول حاجة احنا حلينا عملنا ريفيجن وحلينا أسئلة على يونت 2. خلاص، لو انت لسه جديد معانا على القناة هتلاقي الفيديو نازل عندك على القناة. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا النهاردة هنحل النماذج بتاعة الوزارة، ماشي، بلس كمان انا هعمل لك خمس يعني 5 مودلز عن المنهج كله، مش هنحلهم مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله يعني الامتحان مش هيخرج عنه. ماشي ماشي، تعال نحل مع بعض. بيقول لك هنا ايه؟ When a panther chameleon stands on leaves of the tree، ماشي، the color of its scales changes into، دلوقتي البانثر كاميليون هتقف على التري، ماشي، المفروض ان هي هتغير لون السكيلز بتاعتها. اللون ايه؟ الوايت ولا الجرين ولا البلو ولا البلاك؟ طبعا الجرين، صح ولا لا؟ لان اصلا التري لونها جرين، فهي هتلون نفسها لون الجرين عشان ما يقدرش الانيمالز يقدر يشوفها، صح ولا لا؟ او اي بريدتور. ماشي، بيقول لك هنا all the following living organisms have to be termed. نفتكر كده مع بعض، احنا كنا قايلين مع بعض ان انا عندي 4 animals عندهم التوبي تامنوسيدا، فاكرهم؟ ايوه يا ميس، اللي هم اول حاجه الدوغ والكات وايه كمان والدير والفيشنج كات، صح ولا لا؟ والهورس، الفيشنج كات قلناها والهورس، صح ولا لا؟ تمام، دول الفور انيمالز اللي عندهم الايه، التوبي تامنوسيدا. وخلي بالك ده اسمها باللاتيني، انما اسمها بالانجلش اسمها ايه، تابستري اوف لايت. ماشي، حلوه جدا. ماشي، مين بقى اللي من هنا؟ من هنا ما عندوش التوبي تاملوسي ده، اللي هي السنيكس، صح ولا لا؟ تمام، في برضو من أسئلة المحافظات بدل ما يجيب لهم السنيك برضو نفس السؤال، بس جاب لهم هيومن، إنسان، فهي هي. ماشي ماشي، بيقول لك هنا ايه، when an object is in motion، الأوبجكت في حالة موشن يعني عمال يتحرك، ماشي، this means that is a change a color shape size position، طبعا ايه، position. تمام، انا قلت لك قبل كده اي دليلي ان انا بعمل موشن، ان انا بتحرك، ان انت يا ميس بتحصل لك ان انا change من one place to another place، عمال اتحرك من مكان لمكان، يبقى انا بعمل change ايه، change position. تمام، بيقول لك هنا the speed of the car car that travels 200 meters in 2 seconds، ماشي، هو عايز يحسب السبيد، هو كده عنده الديستانس وعنده الايه، التايم. خلاص تمام، هنعمل ايه؟ احنا عارفين ان السبيد بتساوي ايه، ديستانس ديفايد تايم، صح؟ تمام، انا عندي الديستانس ايه، 200 ديفايد 2 ايكوال ايه، 100، وما ننساش الميجرنج يونت اللي هي ايه، متر بير سكند. ايه دي الانسر، سهله اهي. ماشي، بيقول لك هنا ايه، وات هابن اف ان انيمال، ماشي، tries to eat the acacia tree. تمام، ايه اللي هيحصل لو الانيمال حاول ان هو يقرب من الاكاشيا تري عشان ياكل الليفز بتاعتها؟ احنا عارفين، احنا فاكر لما احنا قلنا ان التري produce poison to make the leaf taste very bad to keep this animal away from the tree. يعني ايه؟ يعني الاكاشيا تري هتبدا ان هي تنتج poisons، poisons يعني ماده سامه، هتخلي طعم الليفز very bad، طعمها وحش قوي، صح ولا لا؟ وهيبدا الانيمالز ان هو يبدا ايه، يبعد عنها. ماشي تمام، بعد كده بيقول لك هنا ايه، true false the ears of arctic fox are longer than those of phoenix fox. طبعا غلط، الودن بتاعت الاركتيك فوكس بتبقى شورتر، صغيره، انما مين اللي بتكون كبيره؟ اللي بتكون فينيك فوكس، ودنه بتكون كبيره. ماشي، nocturnal animals have eyes larger than human، صح طبعا، true. تمام، energy قلت لك ساعتها واحنا في المراجعه في بارت 1 قلت لك ان دي مهمه جدا، ماشي، energy is the ability to do work، course، صح طبعا. ماشي، any moving object has a form of energy kinetic energy، يعني الجسم طول وهو عمال يتحرك هو كده عنده kinetic energy، ايوه طبعا. ماشي، بيقول لك هنا ايه، scientific term، يعني هو مدي لك كلمة كبيرة جدا عايزك تقول لي دي ايه. ماشي، the object which allows light to pass through it. تمام، ايه الاوبجكت، ايه الجسم اللي بيسمح لللايت ان هو يعني يمر من خلاله، كنا بنسميها ايه، transparent، فاكرها؟ حلو، تعالى كده نفتكر مع بعض، احنا قسمنا الاوبجكت لتو تايبس، حاجة اسمها الترانسبيرنت وحاجة اسمها الاوبيك. قلنا في الترانسبيرنت ان ايه اللي بيحصل، ان انا مثلا
مثلا ان اللي بيحصل ان انا عندي ان اللايف بيحصل له فاست رؤيت ان اللايف بيمر تمام ماشي. ودينا اكزامبل على الكلام ده، مثلا زي الووتر، زي الاير، مثلا زي الجلاس، كل ده ايه؟ كل ده بنقول عليه ترانسبيرنت صح؟ تمام. انما الاوبيك دونت الاو، ما بيسمحش اللايت ان هو يمر، زي مين؟ زي الوود، زي الميرور صح ولا لا؟ حلو جدا، مفيش لايت في الاوبيك صح كده؟ تمام. مش تعالى نشوف اللي بعد، بيقول لك هنا ايه؟ كومبليت ذا دولفين هاز شارب سنس اوف. الدولفين عنده السنس بتاعته القوية بتكون ايه؟ الهيرنج سنس، لايك مين؟ زي الفات صح؟ حلو جدا. الفاير فلايز كوميونيكيت ويز ايتش اذر باي بروديوسينج. الفاير فلايز ماشي، فاكرها؟ الفاير فلايز بيتلز بيقدروا ان هما يتواصلوا مع بعض by producing ايه؟ flash light ماشي. the form of energy that can be seen تمام. ايه الانرجي الوحيدة اللي انا ممكن اقدر اشوفها؟ اللي هي اللايت energy تمام. آه دي اللايت، دي الانرجي الوحيدة اللي انا اقدر اشوفها ماشي تمام. بيقول لك هنا air bags absorb the نقط of the car during the collision تمام. الـ airbags اللي هي safety equipment بتقدر تمتص ايه لو العربية حصل لها collision؟ تقدر تمتص الـ energy اللي هي الطاقة، ودي ساعتها واحنا اتكلمنا عنها في part 1 ماشي. دلوقتي مديلك 4 words، ايه الكلمة الغلط؟ جايب لك penguins, polar bear, snake, arctic fox. طبعا الكلمة الغلط اللي هي السنيك، لأن كل دول بيعيشوا فين؟ كل دول بيعيشوا في البولار هابيتات صح ولا لأ؟ تمام. انما السنيك لا، ماشي، بيعيش في التروبيكال رين فورست ماشي، معظمهم يعني ماشي تمام. تعال نشوف اللي بعده ماشي. ده كده موديل رقم 2 ماشي بتاعت الوزارة ماشي. ذا فور اوف فينيك فوكس بروتكت ايت فروم ماشي. الفارو بتاع الفينيك فوكس بيحميهم من الايه؟ خلي بالك الفينيك فوكس ده بيعيش فين؟ بيعيش في الديزرت صح ولا لا؟ ماشي، يبقى بيحميهم من الويند، من الرينز، من الهوت ويزر، من الكولد ويزر، طبعا الايه؟ الهوت ويزر تمام. which of the following can turn its head in all directions؟ طبعا مين الانيمالز؟ الاول صح تمام. reading and writing common types of communication between ماشي، الهيومن ولا الانيمالز ولا البيردز ولا البلانت؟ طبعا الانيمالز، سوري طبعا الهيومن ماشي. ولا ينفع الانيمالز ولا ينفع البيرد ولا ينفع البلانت. بيقول لك اني واحد من دول اللي بيقدروا يعملوا كوميونيكيشن، يقدروا ان هم يتواصلوا عن طريق الريدنج اللي هو القرايه والكتابه، طبعا الايه؟ الهيومن صح ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ when you move something toward you، انت دلوقتي هتحرك حاجه toward you، اتجاهك انت هتستخدم ايه؟ pushing force، light energy، pulling force، sound energy. هي ولا sound ولا light، قال لك ايه؟ toward you، يبقى ايه؟ pulling force ماشي. ممكن يجيب لك في الامتحان يقول لك give me example عن ال pushing وال pulling force ماشي، اديني example واحد عن pushing وال pulling force سهلة. ممكن نقول له ايه؟ open the door او close the door صح؟ تمام. تعالى نشوف اللي بعد، بيقول لك give reason ليه ال owls can hunt during the night. ليه ال owls بتقدر ان هي تصطاد بالليل؟ لان هي عندها ايه؟ لان ال owl ماشي have ممكن نقول ايه؟ ان هي عندها عندها سيدنا محمد اللي عندها السايت والهيرنج سنس is very strong صح ولا لا؟ عشان تقدر تعمل ايه؟ عشان تقدر تعمل to find food صح ولا لا؟ يبقى هي عندها السنس اللي هي الهيرنج سنس والسايت سنس is very strong صح؟ حلو جدا. تعال نشوف هنا، بيقول لك هنا all type of the shark live in fresh water. كل الشارك بتقدر تعيش في الفريش ووتر؟ لا طبعا، ده انا اذا هم اساسا يعني مش ما تقدرش اساسا كل الشارك تقدر تعيش في الفريش ووتر، اما يعتبر كلهم بيعيشوا في السولت ووتر، انما مش كل الشارك بتقدر تعيش في الفريش ووتر. زي ما خدنا معانا في المنهج في شارك اسمه ايه؟ البول شارك، ده اللي بيقدر يعيش في الفريش وفي السولت ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ the sense of hearing of dolphin is strong than of the human.
تمام. هو دلوقتي كده بيعمل كده كومباريزون بتوين ما بين الهيرنج سينس في الدولفين وما بين الهيومن، مين السترونج؟ طبعا الدولفين. ساعتها وانا بشرح معاك وقلت لك ان احنا هنعمل كومباريزون ما بين الدولفين ماشي، وما بين الدوغ، وما بين ايه كمان، والهيومن، فاكر؟ حلو. مين اللي عنده السنس اللي هي الهيرنج، سوري، الهيرنج سنس بتاعت قوية؟ احنا ساعتها رحنا عملنا لها ارنجمنت، رتبناها اول حاجة الدولفين، وبعد كده الدوغ، وبعد كده الهيومن ماشي. يعني الدولفين هو اللي عنده الهيرنج سنس از فيري سترونج ماشي. بيقول لك هنا ايه، اير ريزيست ذا موشن اوف ذا كار. تمام. هو دلوقتي لما يقول الاير ريزيست يبقى هو كده قصده على الفورس اللي بنسميها ايه، الفريكشن فورس، فاكرها؟ تمام. فدي تعتبر صح ودي تبقى صح ماشي. سيت بيلت از ذا وان اوف ذا سيفتي ايكويبمنت از كارس، طبعا صح ماشي. بيقول لك هنا وات هابنز اف فاير فلاي وونتس تو اتراكت ا مات تو بروديوس، ايه اللي هيحصل لو الفاير فلايز هي عايزه دلوقتي تعمل ريبرودكشن، ان هي تتجوز ماشي، يحصل تزاوج ماشي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بروديوس ايه؟ فلاش ايه؟ لايت باترن، هتفضل كل شوية تقعد تنور، صح ولا لأ؟ تمام. تعالى نشوف اللي بعده. بيقول لك هنا ايه، بانثر كاميليون بافس اب اتس بودي ويز اير، بتفضل تنفخ نفسها بالاير ماشي، فور ديفنس which is considered not adaptation. لما يقول لك كده يبقى هو عايزك تقول لي اما structure اما behavior. تعالى كده نفتكر مع بعض. structure يعني دي حاجة ربنا خلقها في جسمها، حلو تمام. behavior يعني هي حاجة بتعملها بايه، بمزاجها ماشي. حلو جدا، ركز معايا. هي دلوقتي ده كده ايه، action هي كده بتعمله بنفسها، ان هي عمالة تنفخ جسمها بالهواء ماشي، عشان تقدر تعمل ايه، تعمل change السكيلز بتاعتها، ان هي تغير في لون السكيلز بتاعتها. يبقى ده ايه، يعتبر ايه، behavior adaptation، صح ولا لأ؟ تمام. بيقول لك هنا الفيش بريث نقط جاس which dissolve in water. تمام. الفيش بتتنفس ايه، هو بيقول لك ان هو بيدوب في الميه، طبعا اللي هو الاكسجين جاس ماشي. بيقول لك هنا if the mass in object decreases، لما الماس يحصل لها decreases، تقل ماشي، this means that that it's kinetic energy، اللي يحصل الكينيتيك انرجي برضو نفس الكلام decreases. تمام. تعالى كده نقول مع بعض، دي بنسميها direct ولا indirect؟ لا يا ميس، دي بنسميها direct relationship. تمام. when object collide with each other، لما دلوقتي انا مثلا عندي مثلا two object حصل لهم collide، بدأوا ان هم يحصل لهم collision، تصادم، في energy هتبدأ ان هي تتنقل. ايه ال energy؟ انا جاوبت اصلا، يبقى الانرجي از ترانسفيرد بتوين ذم. تمام. ايه الانرجي اللي برضه اللي بتتنقل، اللي هي الكاينتيك انرجي، از ترانسفيرد بتوين ذم، صح ولا لا؟ والمثال على كده مثلا زي ما قلت لك مثلا اللي هي لعبه الكريكت جيم، لما بيحصل كوليجن بتوين ما بين الودن بات وما بين الوول، فاكر اللي هي الكوره. تمام. فانا حصل ايه، ان الكاينتيك انرجي از ترانسفير فروم من الودن بات للبول، صح؟ تمام. بص بقى السؤال اللي جاي دي عشان عايزك تركز معايا فيها، هو دلوقتي عايزك تطلع الكلمة الغلط، هي ليها على فكرة إجابتين. بص بقى، جايب لك ساوند ولايت وثيرمال وكيميكال ماشي. احنا ممكن نقول ايه، ممكن ان احنا نطلع الغلط اللي هي الكيميكال انرجي ماشي، على اساس ان كل دول كاينيتيك، حلو، ودي الوحيدة اللي هي ايه، بوتنشال انرجي. مش احنا خدنا ان البوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي ليهم انواع، صح ولا لا؟ حلو. ساعتها قلنا ان البوتنشال انرجي كان ليها نوعين، الكيميكال والجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، صح؟ حلو. والكاينتيك انرجي كانت ليها الساوند واللايت والايركت والهيت او الثيرمال والالكتريكال انرجي، صح؟ تمام. طب ممكن يبقى ليها اجابة تانية؟ ايوه ممكن تبقى ليها اجابة تانية، يبقى هي ممكن تبقى الكيميكال. طب تعالى نشوف بقى ايه الإجابة التانية. ماشي. الإجابة التانية ممكن تكون لايت، على أساس ايه؟ على أساس إن اللايت دي هي الإنرجي الوحيدة اللي أنا بقدر أشوفها، كان بي سين ماشي، إنما دول ما بقدرش أشوفها، ولا دي بقدر أشوفها ولا بقدر دي أشوفها، صح كده؟ حلو كده، احنا كده خلصنا نماذج الوزارة اللي نزلتها. تعالى نحل مع بعض الأسئلة دي، وبرضو دي مهمة برضو
فنهتم بيها. ماشي، بيقول لك هنا ايه: eagle is a bird that eats the meat of its prey. ماشي، الايجل اللي هو نوع من انواع البيردز عايز ياكل الميت اللي هو اللحمه بتاعت البري. ماشي، its beak، بيك اللي هي المنقار بتاعها، is strong and sharp. This structure adaptation helps it. تمام، دلوقتي لما هي البيك بتاعها بيكون قوي وبيكون حاد، ده هيساعدها على ايه؟ سي ان هي تشوف، ولا ريب ميت ان هي تقطع اللحمه تمزقها، ولا سكيب ان هي تهرب، ولا فايند ا شيلتر. طبعا الانسر ايه؟ طبعا هتكون ايه؟ اللي هي ريب ميت. حلو جدا، ماشي. بيقول لك هنا ايه: سانكس اوف هامباك ويلز ان وينتر ار كاركترستد باي. ماشي، وقال لك هنا ايه؟ وينتر تايمز. دي مهمه جدا ويا ريت تراجع معايا فيها. لما قلنا ان احنا هنقسم الهامباك ويلز على حسب السيزون الصوت بتاعها في الوينتر وفي السمر، قلنا في الوينتر بتكون ايه؟ هاي بيتشت ساوند، حلو. وفي السمر بتكون ايه؟ لو بيتشت ساوند، صح ولا لأ؟ حلو جدا. ساعتها سمينا السمر ده بايه؟ باسم كده شائع ليها، فيدنج سيزون، صح؟ خلي بالك دي الحاجات دي مهمة جدا، ومن الحاجات اللي بتيجي فيها أسئلة، فيدنج سيزون. تمام، ودي اللي هو الوينتر سميناه ايه؟ ميتنج سيزون، اللي هو موسم التزاوج، صح ولا لأ؟ تمام، حلو جدا. تعال نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا ايه: animals that live in hot desert. يعني الانيمالز اللي بتقدر ان هي تعيش فين؟ تعيش في الديزرت. خلاص، ماشي ماشي. desert habitat not to adapt in the environment. ماشي، تمام. ايه هي بقى الحاجات اللي مثلا لو انا عندي مثلا animals بيعيش في الهوت ديزرت؟ خلاص، طيب ايه الحاجات اللي من هنا اللي هتقدر تساعدها؟ قال لك هنا اول حاجه هايد ان بارو، ان هو بيقدر ان هو يستخبى في الجحر بتاعه او الخندق بتاعه ده. ماشي، ولا سيرش فور شادد اريا، ولا ان هو يبحث عن الاماكن اللي هي الظل، ولا كول ذير بوديز باي بانتنج، ان هو يفضل يقعد يلهث كده زي الكلب، ان هو يقعد يفضل عشان يفضل ياخد في نفسه عشان يقدر ان هو يعمل كده تو ستي كول، ان هو يبرد نفسه. ماشي، ولا all the previous answers. طبعا الإجابة إيه؟ all the previous answer. تمام، مثلا لو أنا عندي animals بيقدر إن هو search for shaded area زي مثلا إيه؟ زي ال lizard، صح ولا لأ؟ تمام، عندي مثلا اللي هو كان بيعمل panting اللي هو مين؟ زي الفينك فوكس، وبرده الفينك فوكس برده إن هو كان بيقعد يستخبى في الجحر بتاعه في الفارو، صح؟ حلو جدا، ماشي. Which of the following helps a gerbera to catch sand while jumping. تمام، هو دلوقتي لما الجربو لما بيقدر ان هو يعمل يقدر ان هو يمسك في الساند عشان يقدر ينط، ايه بقى من الحاجات اللي هنا اللي كانت بتساعده؟ يعني the big ears، ولا the long legs، ولا the presence of hair and its toys، ولا the long tail. طب تعال نستبعد، هي ولا دي ولا دي، نفكر كده مع بعض: long legs، ولا presence of hair on its toys. طبعا الإجابة هتكون B. ساعتها قلنا إن الفيل بتاعته، الرجل بتاعته فيها hair، فيها شعر. تمام، ماشي. فايدته إيه؟ إن هو بيعمل to catch sand، إن هو بيقدر يمسك في الساند عشان يقدر إن هو يعمل إيه؟ jump، إن هو يقدر ينط. تمام، ماشي. بيقول لك هنا إيه؟ process، ماشي، and understand information. ماشي، ايه الحاجات اللي من هنا اللي بيقدر ان هو يفهم الانفورميشن، يفهم الداتا او يفهم المسج ويعالج المسج؟ كانت انهي واحده من هنا؟ البرين، ولا السباينال كورد، ولا النيرفز، ولا البادي بارتس؟ طبعا البرين، صح ولا لا؟ تمام، ماشي. بص بقى، بيقول لك هنا ايميشن ذا تايبس اوف ادابتيشن فور ايتش ذا فولوينج. جايب لك هنا كذا سنتنس، طالب منك هنا بقى تقول لي نوع الادابتيشن، يا اما ستراكشر يا اما بيهيفير. خلاص، ماشي، تعال نشوف مع بعض. بيقول لك هنا: immigration of birds forms one place to another when the weather is cold. ده يعتبر ايه؟ طبعا behavior adaptation. migration يعني هجرة الطيور، ده كده الطيور لما بتهاجر ده كده ايه؟ action هي بتعمله بمزاجها، صح ولا لا؟ تمام، بيقول لك هنا: desert plant leaves are small. الليفز بتاعت البلانت بتبقى small جدا، بتبقى صغيرة، بتبقى عندها ايه؟ have sharp spines، عندها اشواك. حلو كده؟ تمام، ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر structure adaptation، لان دي حاجة ربنا خلقها،
صح ولا؟ تمام. The activity of some animals at night such as snakes. دلوقتي لما ال animals تبقى active at night، ده يعتبر ايه؟ برضو يعتبر ده behavior adaptation، صح ولا؟ لأن دي حاجة بتعملها بمزاجها. ماشي. True false. بيقول لك هنا بقى ايه؟ بيقول لك هنا polar bears feet freezes when they walk on the ice. طبعا false، خدناش حاجة زي كده، صح؟ ماشي، تعالى نشوف هنا. بيقول لك هنا a bicycle on the top of the hill. أنا عندي bicycle موجودة فين؟ في القمة بتاعة اللي هي القمة بتاعة الهيل، ماشي؟ stores chemical energy. غلط طبعا، صح ولا؟ هي ايه؟ stores potential energy، صح ولا؟ ماشي. بيقول لك هنا a time is only factor that affects the speed of a moving object. لا طبعا، انا عندي التايم وعندي السبيد، سوري التايم والديستانس دول بيأثروا على السبيد، صح ولا؟ تمام. بيقول لك هنا the larger the vehicle، vehicle اللي هي العربية، ماشي، the large the engine the more fuel is consumed. طبعا طبعا صح. بيقول لك العربية الكبيرة دي اللي بيكون عندها engine، عندها محرك كبير، وفي نفس الوقت دي اللي بتستهلك كمية كبيرة من الفيول من الوقود، صح طبعا. تمام. بيقول لك هنا when the roller coaster slides down fast، ماشي، the kinetic energy increases، صح طبعا. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ look at the opposite figure، ماشي، ايه دي اهو، ماشي، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا عارفة ان دي ايه، دي السبرينج، صح؟ ايه اللي بيحصل؟ عايز اعرف الانرجي لما انت تسيبها ريليس، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا ايه، هكون ماسكها في الاول، فهنا في ستورد انرجي متخزنه جواه اللي هي البوتنشال انرجي، it changes into لايه؟ لكاينيتيك انرجي. ماشي، دي مهمه. بيقول لك هنا is a time that body takes to react to different information from the environment is called reflex action ولا reaction time. طبعا ايه بنسميها؟ ايه؟ reaction time، صح كده؟ تمام. تعالى نشوف مع بعض يعني ايه، نفتكر كده مع بعض. احنا قلنا ان الـ ان الـ ان التايم التايم احنا قلنا الرياكشن تايم هو عبارة عن الوقت اللي بياخده الليفنج اورجانيزم عشان يقدر ان هو ايه، يهرب من اي دنجر، صح ولا لا؟ كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها رياكشن تايم. حلو كده. ماشي. بيقول لك هنا ايه، باتس use نقط as a means of communication with each other. البيت بيستخدم ايه؟ الساوند ولا اللايت؟ طبعا الساوند. The ability to do work، الانرجي، مهمة جدا، مهمة. ماشي. The sensory receptors، فاكر ال sensory receptors؟ send a message، هتبعت المسج، المفروض ان المسج ازاي بتمشي بقى؟ فبيقول لك from the brain to the muscles، ولا المسلز اللي هي العضلات، ولا from the sensory organ to the brain. طبعا الايه؟ from the sensory organ to the brain، صح ولا لا؟ يعني المفروض ان المسج هتمشي من ال sensory organ من ال to the brain. يعني مثلا زي ما شرحت لك قبل كده، مثلا انا مثلا عندي الكاكتوس بلانت، ماشي، ادي الكاكتوس بلانت مليان سباينز، مليان سباينز، رحت قربت ايدي من السباينز دي، تمام، ايدي دي ايه، تعتبر سنسوري سنسو اورجان، صح ولا لا؟ مش هتبع الفايف سنسو اورجان. حلو جدا، رحت انا لمستها، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان في مسج هتوصل للبرين، ماشي. السنسوري اورجان دي هاف سبيشال تايب اوف نيرفز اتس كولد سنسوري ريسبتور. حلو، ايه اللي هيحصل بقى؟ فالمفروض ان السنسوري ريسبتورز كاري مسج فروم من السنسوري اورجان تو ذا برين. حلو كده. تمام. بيقول لك هنا ذا جاز اوبن كونفرتد نقط انرجي تو كوك ذا فود ذا ستورد ان ذا ناتشرال جاز انتو هيت. تمام. احنا عندنا الجاز اوفن عنده انرجي متخزنه جواه اللي هي الايه، الكيميكال ولا الالكتريكال؟ طبعا الايه، الكيميكال انرجي. قلت لك ان في ثلاث حاجات متخزنه جواها الكيميكال انرجي، فاكرها من اللي هو الفيديو اللي فات، اللي هم ايه؟ ايوه شاطر، اللي هو الفود والفيول وايه كمان، والباتري، صح كده؟ جميل جدا. ماشي. بيقول لك هنا ايه، جايب لك هنا كذا ووردز وطالب منك تحطها في النقط المناسبه، ماشي. توبيتام لوسيدام از ادابتيشن نوت ادابتيشن. هو جايب لك هنا ايه، ترانسبيرنت راف ستراكشر كود، التوبيتام لوسيدام ستراكشر ادابتيشن، صح. تمام. نقط ميديا
passes the light rays when they fall on it. طبعا الايه اللي هي transparent. ماشي. is considered a pattern that has meaning. دي مهمة جدا، مهمة مهمة مهمة. ماشي. اللي طبعا الايه اللي هي الكود. ماشي. the light rays reflect in the different direction this surface is a rough. واللي سموز بيكون in the one direction أو same directions. ماشي ماشي. جايب لك هنا ايه بقى؟ اه احنا خلصنا. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ جايب لك كذا جملة واقول لك الساينتفك تيرم ايه. ماشي. it's the rate of change of distance per unit time. قال لك distance و time يبقى ايه؟ speed، سرعة. animals that is more active at night بنسميهم ايه؟ nocturnal animals. شاطر. ماشي. it's gain energy during the motion. الانرجي اللي الجسم بيكتسبها في الموشن اللي هي الكاينتيك energy. ماشي. a type of adaptation that help an animal to hide. يقدر ان هو يستخبى. اللي هي الايه؟ ال behavior adaptation. صح ولا لا؟ حلو. مش جايب لك كذا sentence طالب منك اللي انت تعمل ايه؟ ترتبها. brain translates these signals. eye pupils allow the light to enter the eyes. light fall on object sensory receptor on the, at the back of the eyes send the signal to the brain. light reflects on the eyes. طيب ايه اللي بيحصل اول حاجة؟ المفروض ان اللايت فول اون اوبجكت، صح ولا لا؟ ان اول حاجة ان الضوء هيقع على الاوبجكت، دي رقم 1. ماشي. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده ان اللايت ريفلكتد اون ذا ايز، بعد كده ان اللايت هينعكس للنور بتاعنا، صح ولا لا؟ مثلا يعني تعالى نطبق الكلام ده مثلا كعلمي. مثلا انا مثلا عندي دي الشجره بتاعتي محدش يتريق عليها، ماشي، وعندي مثلا دي الصن، ماشي، دي الصن. انا عارفه ان الصن دي تعتبر ايه؟ تعتبر دي السورس اوف انرجي. ماشي. تعتبر سورس اوف انرجي لان هي تعتبر مصدر من اللايت انرجي، صح ولا لا؟ حلو جدا. وانت واقف هناك خلاص، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه اللايت اللي يحصل فول اون اوبجكت، هيقع على الاوبجكت، وبعد كده ريفلكتد اون ذا اي، بعد كده هينعكس لعينيك، صح ولا لا؟ حلو. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اي بيوبلز allow the light to enter the eye. بعد كده ان الاي بيوبلز هتسمح لللايت ان هو يدخل جوه عينينا. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ السنسور ريسبتورز هتبعت مسج للبرين، صح؟ دي كانت رقم 3 ودي 4. بعد كده البرين هيمسك السيجنالز دي ويعمل لها ترانسليت، هيبدأ ان هو ايه؟ يترجمها. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ when body moves forward، ماشي، this change that ايه؟ لما الجسم يتحرك forward للأمام، the position of the body، كده غير البوزيشن، ولا the size of the body، ولا the earth's gravity، ولا the mass of the body. طبعا البوزيشن، وكده غير البوزيشن. ماشي. the force that slow downs or decreases the speed. طيب الجسم عندي يا اما السرعه بتاعته يا اما قلت يا اما خلاص يعني حصل له slow down او decreases. ماشي. دي بنسميها ايه؟ push ولا pull ولا gravity ولا friction؟ طبعا friction، ودي قلتها وقلت لك عليها مهمه جدا واحنا في بارت 1. ماشي. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ when light fall on dark surface، يعني لما يبدأ اللايت يقع على dark surface، مثلا light مثلا wood مثلا، يعني ايه اللي هيحصل؟ the surface absorbs the light is reflected. خلي بالك دي بال R. ماشي. let pass through، passes through ولا nothing happens. طيب تعال نستبعد، هي مش دي خالص لان احنا ما خدناش اللي هي اللي بال R دي، احنا دايما بناخد ال reflected اللي هي بال L. ماشي. ولا هيحصل light pass through، ماشي ماشي، ولا not nothing happens. أمال هيحصل إيه؟ إن ال surface هيمتص absorb the light. ماشي ماشي. as the angle of inclined ramp decreases the speed، إيه اللي هيحصل له؟ decreases طبعا. ماشي. بيقول لك هنا إيه؟ the light reflected materials include. ماشي. أنهي materials من دول؟ المفروض إن هما 3 materials. wood ولا mirrors ولا paper
هيحصل لها ريفلكت، هتعكس ضوء طبعا. الايه؟ الميرور، الضوء. ماشي. The main control center of the body, scientific term. طبعا الايه؟ البرين. دي برضو مهمة. ماشي. It is the change in the organism behavior to adapt with its habitat to survive. ايه نوع الشينج هنا؟ طبعا ايه؟ هو اصلا قايلها لك، اللي هي ايه؟ behavior adaptation. ماشي. ممكن على فكرة ما يقولكش behavior، ممكن يقولك ايه؟ action. هي لو قالك action بدل الكلمة دي برضه هنكتب ايه؟ behavior adaptation. خلاص. ماشي. It begins to mouse and breaks down food in the mouse. تمام. ايه الحاجة اللي موجودة في الماوس اللي بتعمل ايه؟ moist، ان هي بترطبها. ماشي. بترطب الاكل، وكمان بتعمل breaking down، بتكسر الاكل. على فكرة هي حاجتين، اللي هي السلايفا، صح ولا لا؟ لان هي بتعمل مويست، ان هي بترطب الاكل، وكمان بتعمل بريك داون، ان هي اللي هي التيف، السنين. نغير بس اللون ده، نعمله مثلا احنا التيف. ماشي. تمام. an animal use echolocation to locate objects under the water surface. طبعا الايه؟ الدولفين. تمام. ماشي. Air enters the two lungs during inhalation. غلط. امال ايه؟ عايزك تصلح. طبعا مش سوري، مش exhalation، المفروض ان هي ايه؟ inhalation. ماشي. The paw-like head of an owl is example of behavior adaptation. لا، امال ايه؟ structure adaptation. Fish breathe by skin. الفيش بتقدر تتنفس عن طريق السكين. امال عن طريق ايه؟ الجو. تمام. امال مين الانيمالز اللي بيقدر يتنفس عن طريق السكين بتاعه؟ في اللاند، اللي هي الامفيبيانس، فاكرها؟ حلو. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ ديترماين تايب اوف ريفليكشن، سموز اند رف. اي واحد فيهم سموز والتاني رف؟ ده سموز وده رف، فاكرها؟ حلو جدا. سوري. وبعد كده قلنا في حاجة مهمة لازم تعرف، إن اللايت reflected in different direction. هنا اللايت reflected in different direction، إنما هنا اللايت reflected in the same direction أو one direction. تمام. هنا زي مثلا like mirror، هنا like مثلا wood. ماشي. ماشي. آخر آخر امتحان معانا. لا، هما فاضل امتحانين ونخلص. ماشي. ودي أسئلة برضو مهمة. ماشي. بيقول لك هنا إيه؟ have the ability to turn his head in all direction. طبعا الايه؟ الاول. ماشي. a tube with ماشي muscles that help in pushing the food in the stomach. ماشي. ايه التيوب، الانبوبه اللي بتدفع الاكل في الاستومك؟ طبعا هتكون ايه؟ اللي هي الاسوفجس، صح؟ ماشي. مش هينفع دي، صح؟ ماشي. all of the following components of the nervous system except ما عدا ايه؟ جايب لك ال spinal cord، ال nervous، ال heart، ال brain. طبعا ال heart. ماشي. as the roller coaster moves up or down. ماشي. لو هو ال roller coaster اتحرك يا اما فوق يا اما تحت، which of the following remains constant؟ ايه واحد من ايه من الحاجة دول اللي هتفضل ثابتة، مش هتتغير، ولا يحصل لها increases ولا يحصل لها decreases؟ ال speed، ولا ال potential energy، ولا ال kinetic energy، ولا ال mass؟ طبعا الماس، ولا الماس عندي هيزيد ولا هتقل؟ هتفضل زي ما هي. ماشي. دي مهمة مهمة. one of behavior adaptation that helps the animal protect itself from enemies. تمام. ايه اللي حاجة من هنا اللي بتعتبر ان هو الانيمالز يعتبر هيستخدمها عشان يحمي نفسه من الانيمالز، من الاعداء؟ نركز كده. immigration اللي هي الهجرة، ولا الكاموفلاج، ولا extinctions اللي هي الانقراض، ولا reproduction اللي هو التكاثر؟ طبعا الكاموفلاج. والمثال على كده لما عندنا البانسر كاميليون بتعمل change للسكيلز بتاعتها عشان تعمل عشان تقدر تعمل ايه؟ protect itself from predator، عشان تقدر تحمي نفسها من اي حيوانات مفترسة، صح؟ ماشي. كانت معظم الناس كانت بتجاوبها اللي هي الاميجريشن. طب ماشي، انا معاك ان الاميجريشن ده اللي هي الهجره هي behavior adaptation، بس هي هيستخدمها ازاي في to protect itself؟ لا، هي عشان كومو فلاش. ماشي. تمام. calculate the speed of a train that covers 500
100 كيلومترز in a time of 5 hours. ماشي، هو كده مديلك ايه؟ مديلك distance ومديلك time. اول حاجة هنعملها هنكتب الايه، القانون زي ما انا معلماك. ماشي، انت اول حاجة لما تكتب القانون حضرتك بتاخد الدرجة اللي هي ايه، ال distance divide time. حلو، انا عندي ال distance 500 5 equal 100. خلاص، انا كده نسيت اكتمل اعمل حاجه، نسيت اعمل ايه، الميجرنج يونت. تمام، هو مديها لي كيلو متر بير اور، بس كده. ماشي، there are some nocturnal animals that depend on the sharp scent to get their prey. ماشي، give examples. مدي طالب منك ان انت تديني example عن nocturnal animals اللي هي عندها السنس بتاعتها very strong. ممكن نقول ايه، الفيشنج كات، على اساس ان الفيشنج كات هي nocturnal animals، وكمان ان هي عندها السايت سنس از فيري سترونج، صح ولا لا؟ فيشنج كات، وايه كمان ممكن نقول ايه، الاول، صح. حلو جدا. ماشي، بيقول لك هنا ايه، the object that takes longest time on the rim has biggest mass. يعني ركز كده، ماشي، بيقول لك ان الماس بتاعته biggest، كبيرة جدا. ماشي، هو هياخد وقت كبير جدا، ماشي، هياخد وقت كبير جدا في اون ذا رام. لا غلط. ماشي، moving an object toward you is considered pushing force. غلط، انما ايه، pulling force. ماشي، in electrical fan electrical energy is a converted electric sorry kinetic energy is a converted electrical energy. غلط، انا عندي الفان ال energy used، يعني الطاقة المستخدمة عشان نقدر اشغل الفان المروحة، هستخدم ايه؟ ما هو مغششة، electrical energy. يبقى انا عندي ال electrical energy it change into لايه؟ ل kinetic energy، صح ولا لا؟ مش المروحة دي بتتحرك؟ تمام. Red and green traffic lights are considered foods، صح طبعا. Inhaled air carries carbon dioxide، غلط، انه ايه، exhale carry carbon dioxide gas. ماشي، تمام. جايب لك sun و moon و mirror و fire، وجايبه وطالب منك ان انت تعمل ايه، classify، تصنفني اني من الاوبجكت دول اللي بيحصل ان بيعمل reflected light، واني اللي بيعمل emit light. ماشي، تمام، تعال نشوف كده مع بعض. اللي بيعمل reflected light يعني بيعكس الضوء، اللي هو مين، اللي هو الميرور، صح، وايه كمان، والمون، صح ولا لا؟ تمام، مش المون ده بيعمل reflected sunlight. حلو جدا. ماشي، emit light يعني emit light يعني بينبعث من خلاله الضوء، يعني بيديني light، زي مين، زي الصن، زي الفاير. ماشي، آخر إجزام معانا، بيقول لك هنا إيه؟ puff up their bodies with the air to scare the animals. ماشي، مين الأنيمالز اللي بينفخ جسمه بالهواء أو بلو؟ طبعًا اللي هو إيه؟ البانسر كاميليون، صح؟ دي إحنا أساسًا حلينها في النماذج بتاعة الفيزوال. ماشي؟ تمام، when light fall on opaque object، لما أنا عندي light ينزل على opaque object، مثلًا light مثلًا زي التري مثلًا يعني. ماشي، إيه دي اللايت نزل على الأوبجكت، إيه اللي هيحصل بقى؟ light reflected ولا light reflected؟ خلي بالك دي بال L ودي بال O، طبعا احنا دي مش معانا عشان دي ما خدناش في المنهج، صح؟ تمام، ولا shadow is formed ولا light pass through it؟ طبعا ايه، shadow is formed، انه هيبقى هيكون لي منطقة من الظل. ماشي، تمام. ايه كم، تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول ماشي، مين الأورجان اللي بيعمل mix and grind food inside the mouth؟ grind يعني بيعمل breaking down، يعني بيطحن الطعم، يعني بيكسر الطعم، طبعا الايه، التيس والتانج، لان هو قال لك mix بيقلب وكمان بيطحن الاكل. ماشي، to communicate through the light sense we need ايه، عشان نقدر نعمل يعني نعمل communicate عن طريق ال sight sense، احنا محتاجين ايه، making sound ولا hearing music ولا ability to light ولا touching something؟ طبعا محتاجين كمية كبيرة من اللايت. تمام، بعد كده each of the following consider source of light except ما عدا ايه، fire sun ولا lamp ولا eye؟ طبعا الاي. ماشي، خلي بالك في اتنين
في اتنين يعتبر not source of light. عندنا 3 حاجات not source of light عشان الناس بتطلع، يعني في ناس بتتلخبط فيهم، اللي هي المون والاي وكمان الميرور. ماشي، ال3 حاجات دول not source of light. خلاص ماشي. بعد كده بيقول لك هنا a true false، the nervous system is responsible for breathing، مسؤول عن التنفس. غلط، انها مين؟ المفروض ال respiratory system. Cats use their sense of smell to avoid dangers؟ Of course not. لا طبعا. أمال إيه؟ مش smell، المفروض إيه؟ Hearing sense. ماشي، بيقول لك هنا seeing with our eyes is a way to help us to collect information about، المفروض دي the environment. أيوه صح طبعا، هي بس عشان غلطة مني. ماشي، بعد كده بيقول لك هنا إيه؟ The echo sound features depend on sight sense. الإيكو sight sense. غلط، امال ايه؟ hearing sense. ماشي، بعد كده pollution destroy the lungs and cause many disease. صح طبعا، التلوث ممكن يسبب مشاكل في اللانج والهارت، وفي كمان مشاكل تانية او heart disease وازمة والحاجات دي. ماشي، بيقول لك هنا ايه؟ dolphin can locate living organism. بيقدر الدولفين ان هو يحدد living organism فين؟ under the surface of the water. ماشي، بيقول لك هنا explain the features that help dolphin to do so. ماشي، ايه الحاجة اللي الدولفين بيستخدمها عشان يقدر انه يعمل location، يحدد ال living organism؟ بيستخدم الايه طبعا، اللي هي الايكولوكيشن. تمام، بيقول لك هنا which of the following consume less fuel، هتستهلك فيول بس ايه اقل، التراك ولا السمول كار؟ طبعا الايه، السمول كار. وساعتها رحنا عملنا كومباريزن ما بين الكار وبين التراك، قلنا ساعتها ان الكار بتبقى الانجن بتاعها بيج انجن، والسمول كار بتبقى سمول انجن. صح، حلو. ساعتها قلنا ان دي عندها هاي من الكاينيتيك انرجي، دي لو من الكاينيتيك انرجي. تمام، دي قلنا عليها ان التراك كوز مور دامج، دي كوز ليس دامج. صح، دي هتعمل كونسيوم مور فيول، دي كونسيوم ليس فيول. تمام، احنا كده خلصنا مع بعض الريفيجن. ماشي، لو في اي حاجه مش فاهمها اكتبها لي تحت في الكومنت. لو انت عايز تتواصل معايا تتواصل معايا ممكن عن طريق لينك صفحه الفيس اللي موجود تحت وصف الفيديو. هتلاقي تحت وصف الفيديو لينك التليجرام، بينزل عليه كل الملخصات والمراجعات وكمان الفيديوهات التوضيحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.